السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا لكم بزاف على التعليق الزوين اللي خليتوا لي في الفيديو السابق اللي خدتكم عليا، بارك الله فيكم. بغيت نشارك معكم الفقاس اللي ديجا شاركته معكم. هاد المرة المقادير مختلفة شي شوية، غنشارك معكم بلي فخوي كونفيم اللي ديجا درت معكم الفيديو ديالهم اللي صوبت بالدلاح. وقبل ما نبدا لا فيديو ما نساوش نصليو على الحبيب وسلم، اللهم صل على الحبيب وسلم دائما ابدا. هنا راه ما كنتش غادي نصور حتى لاخر لحظه. عندي هنا ثلاثه البيضات والرابعه غير البيض ديالها، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، قبيصه الملح، شويه ديال الزبده البيض، شويه ديال النافع، ولي فخويكم فيم الوان اللي ديجا حضرتها معكم. وغادي نضيف الدقيق تدريجيا، وغادي نضيف ليهم كاس ديال اللوز اللي سبق ليا ودرتو في كاس ديال الزهر، نص كاس ديال الزهر عفوا. وهنا كيف كتشوفوا كتضيف ليا بنتي الخمارات، جوج ساشيات ديال الخميره من وزن 7 غرام، والدقيق على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه وعلى حسب السوائل اللي عندي. كيف كتشوفوا غادي نخدم العجين بحال هكا بالاصابع ما ندلكش، ومن بعد غادي نقسم العجين الى ثلاثه كرات. ما يكونش العجين قاصح، راك عرفتوا الصابلي ما خاصناش نقصحوه بزاف، تكون العجين كتلتصق في اليد. غادي نقسمها على ثلاثه الكرات وغنشكلها حرابل. وبالنسبه لداك اللوز اللي كنديرو ملي يبان لكم خارج حاولوا تدخلوه لداخل، باش ملي كتكونوا كتقطعوا يجي في التقطاع مزيان وما يتفرتتش لكم. الفقاس راه كيجي ناجح 100% وما كيتفرتتش، ما كضيع منه حتى شي حاجه. انتم غتابعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا. المهم الدقيق يكون من النوعيه الجيده، وكيف قلت لكم ما نقصحوش العجين، تبقى العجينه شويه رطبه. هنا كيف كتشوفوا تندخل دوك اللوز لداخل باش ما يبقاش نبغوا نقطعوا ما يعذبناش. وغادي نوضعهم في واحد الطاوله اللي سبق ليا ودهنتها بالزيت، وغادي ندهنهم داك صفار البيض اللي بقى عندي، وغنضيف ليه شويه الخل، وغنضيف ليه واحد جوج معالق ديال بودره الكاكاو. ممكن ديروا غير الخل والحليب ولا القهوه نسكافي، انا كنفضل ندير هذا الكاكاو كيخلي واحد اللون زوين فوق الفقاس. صافي تنخلطوا بهذا الشكل هذا وكندهنوا. ندهن الحراب اللي عندي اولا لي بوده اللي عندي بهذا الشكل هذا بالشيته، ومن بعد غادي ندوز عليهم الفرشيط باش ندير فيهم ديك الخطوط اللي كتجي زوينه في الفقاس، خطوط مائله اولا عاديه، مهم نتوما ليكم الاختيار. هاد الفقاس راه كيجي ناجح 100%، واللي بغى يدوبل المقادير يدوبلهم، انا كندير غير كميه قليله وتتخرج ليا تبارك الله كميه وفيره. هنا غادي نتقبو بالكيغدو، شي مرات كنتقبو شي مرات كاع ما كنتقبو، ماشي مشكل، غير هو منين يكون يطيب يطيب في نار في الفران بارد وعلى نار مهيله، وغادخل له مده من 40 حتى 45 دقيقه، غير يشد لكم شويه وهبطوه لتحت، غير يشد تحسوا به بدا يولي صفر ما تخلوش يتحمر بزاف وهبطوه لتحت. هو السر ديالو انه ما خاصش يكون الفران سخون ويطيب على نار مهيله. دائما الفقاس باش ينجح معاكم دخلوه الفرن بارد ويكون على نار مهيله. كيف كتشوفوا هنايا درت ديك الزركشه ديال الفرشيط بهذا الشكل هذا بشكل مائل، كتجي زوينه. ممكن تجروا الخط عادي نتوما والرغبه ديالكم. المهم بالنسبه للمبتدئات اللي يلاه يعني مقبلين على الوصفات وداكشي تعلموا، ما تبارك الله المغربيات راه كلهم حادقات كلهم كيعرفوا يديروا الفقاس. هنا هادو اللي فخويكم فيهم اللي كنت شاركت معاكم صوت بقشور الدلاح، باقي منهم وكنستعملهم في الوصفات. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خرجتو غادي نغطي بواحد السربيته تكون فازقه، ما غنبيتو ليله كامله لا والو، غنخلي غير واحد شويه تقريبا ساعه ولا ما كايناش، وغنجي نقطع. كيف كتشوفوا راه ما ضيعه منه حتى شي حاجه،
وغنبريكم الفيديو كيفاش كنقطع. يكون السكين يكون حاد يعني يكون ماضي مزيان باش ملي نكونو نقطعو ما يتكسروش لينا هذوك اللوزات اللي كاينين لداخل. كيف كتشوفوا كيبان التقطاع ديالهم مزيان. شي مرات واخا ما كنفزقوش كاع في الزهر كيجي بحال ما هكا. السر هو في التقطاع ويكون السكين حاد ماضي مزيان كيف كنقولوا. كيف كتشوفوا كنقطعو ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه وما بيتو لا ليله كامله لا والو. ودوك لي فخوي كونفيم كيعطيو واحد اللوينات زوينين في الفقاس. شي مرات كندير الزبيب العوض ديالهم شي مرات ندير الكركاع كل مره حسب المتوفر او الكاوكاو يعني اللي موجود عندكم ممكن ديروه. صافي غادي نصفف في واحد الطاوه بحال هكا. خرجت ليا تقريبا 3 طاوات صافي. وغادي منين يتحمر ليا نقلبو. كنحمرو غير لتحت هو لتحت والنار فوق منه وكنقلب بهذا الشكل هذا. انا كيعجبني الفقاس ما يتحمرش بزاف غير هذا الشكل كياخذ ليا اللون الذهبي صافي وكنقلب. كاين اللي كيبغي يحمرو بزاف كله على حسب الرغبه ديالو وكيفاش كيبغي الحاجه. كاين اللي كيديه الفران ديال برا باش يطيب خطره وحده. المهم نتوما ما حبيتو. هذه الطاوه الثانيه سبق ليا وقلبتها. وهنا من بعد ما خرج كيجي في هذا الشكل هذا في هذا اللون محمر ومذهب وكيجي مقرمل والمذاق ما نقولش لكم كيجي روعه. وبالنسبه لسميتو نسيت ما قلت لكمش فانيه درت واحد الفاني. وشي مرات كندير زهره البرتقال حتى هي كتجي زوينه. هذه نسيتها سمحوا لي اعتذر. كيف كتشوفوا كيفاش كيجي كيجي محمر وداك اللوز كيجي مقطع باين مقاد ما كيتكسر معنا ما حتى شي حاجه. كنتمنى تجربوه هنا لاعجابكم. انا حتى ما كنتش غادي نصوره في اخر لحظه قلت نصوره حتى ديجا حطيته في القناه. المهم الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. شاركوه مع الاصدقاء ديالكم واحبابكم. واللي غيزور قناتي اول مره ما ينساش يفعل الجرس باش يبقى يوصلوا دائما كل جديد. هذا فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والله يخطيكم عليا. المهم هذا هو التبصيل اللي شاركت معكم اللي خرج لي الكميه ديال الفقاس وشي حاجه اخرى كلاوها الوليدات. المهم غير هذا اللي غادي نصور معكم. المهم كميه تبارك الله لا باس بها نشكلوها مع حليوات اخرين هذوك اللي شاركت معكم لي مؤخرا ونقدمهم في صبيحه ذكرى المولد النبوي مع الكيك ولا البغرير ولا المسمن كل واشنو كيدير. كيف كتشوفوا هاد لي فخويكم فين بالالوان الصفر والاحمر والخضر كيجيو زويونين كيبانوا عاطين واحد المنظر في الفقاس. المهم كنتمنى تجربوا هاد المقادير هادو وينالوا اعجابكم ولا عجبكم الطريقه وعجبكم المقادير. ما تنساوش تخليهم ليا في التعاليق وتقول لي كيفاش جاكم. وشكرا لكم مره اخرى على المتابعه وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا دائما الله يخطيكم عليا. ومزيد من لايك لايك وبارطاجيو الفيديو الله يخطيكم. والى فيديو لاحق ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واللهم ادمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. والى فيديو لاحق ان شاء الله. قلت لهنا تمامين. جود 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 ماما جود جود.